بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمكم جميعا وباسم سعادة مدير الجامعة نرحب بضيف الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان، عضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والأكاديمي والمستشار والمتخصص في الشؤون الاجتماعية. وتأتي هذه الفعالية ضمن الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الجامعة بدعم وتوجيه مباشر من سعادة مدير الجامعة في ضوء تطلعات القيادة وولاة الأمر سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد، ومتابعة معالي وزير التعليم في إعداد البرامج والمناشط التي تعزز التسامح والاعتدال وتنبذ الغلو والتطرف والعنف وكل الممارسات والأفكار البعيدة عن أخلاقنا وثقافتنا وتعاليمنا وتوجيهات ديننا الحنيف. تأتي هذه المحاضرة بعنوان أهمية اللحمة الوطنية وتنميتها ودور شباب الوطن في تعزيزها. أترك الحديث والمجال لضيف الجامعة الدكتور عبد الله الفوزان فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة مدير جامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبد الله الموسى، أصحاب السعادة وكلاء الجامعة وأيضا عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأيضا زملائي وأبنائي الطلاب، وأيضا إن كان هناك طالبات أيضا فأهلا وسهلا بكم. وأنا فخور جدا حقيقة بأني أكون في منارة من منارات العلم والعلم المعاصر هذه الليلة، فوالله أنكم أنتم أصحاب المعروف علي لا العكس. أنا فخور جدا بأن أعطى هذه المساحة. أنا ممنون حقيقة للدكتور عبد الله ولزملائه بأنهم منحوني فرصة أن أكون أمام هذه الوجوه الطيبة من أبنائنا الذين فعلا نعول عليهم الشيء الكثير ويعول عليهم الوطن الشيء الكثير. كنا في يوم من الأيام نحن في أماكنكم، واليوم نحن نتحدث إليكم، وأنتم غدا ستتحدثون إلى الأجيال المستقبلية بإذن الله بفضل من الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وألف بين قلوبنا في هذا الوطن، وطن العز والشموخ، وطن الكرامة الذي وفر لنا الشيء الكثير لنعيش بأمن وأمان ورغد واستقرار ورخاء. طبعا إن كان لي شكوى فأنا بشتكي الدكتور عبد الله حقيقة. يعني يا شباب جايب لكم شايب يحتي عليكم، مع أنه مفترض أنه جاب شاب يتكلم مع الشباب، لكن ما أدري عاد أنتم إذا تبتحاكمون حاكموا الدكتور عبد الله لا تحاكمون عبد الله الفوزان. أي ف أنا أعرف أنه ربما أننا تجاوزنا مرحلة الشباب التي فيها تلك العنفوان والحيوية، ولكننا ملكنا بعض الخبرة والتي جعلتنا إن شاء الله أن نكون على قدر من المسؤولية بأن نكون أمامكم اليوم. فوالله أعلم بأن الموضوع وما سأتحدث عنه أعلم علم اليقين بأنكم أعلم مني بما سأقول، ولكنكم تواضعا منكم حضرتم هذا اليوم. فأنا والله ممنون لوجودكم ومشكور حقيقة الدكتور عبد الله على أن منحني هذه الفرصة، فأنتم كما قلت أصحاب المعروف وليس أنا. البعد الآخر هو أنه حقيقة موضوعي ليست محاضرة بالمعنى المحاضرة، وإنما هي عبارة عن رسائل. المحاضرات تصبح أحيانا مملة والبعد العلمي فيها، ولكن نحن نتحدث هنا ببساطة وبلغة نفهمها سوية، ولكنها أيضا لا تخرج عن إطار الآداب العامة وأخلاقنا الإسلامية العالية. طيب، نحن قضية حب الأوطان بالنسبة لنا أنا أظن يعني مسألة غريزية فطرية لا تحتاج إلى عبد الله الفوزان لأنه يأتي إلى مثل هؤلاء الشباب وهذه الوجوه النيرة ليقول لها حب وطنكم. وأنا والله أيضا أعلم أن أصغركم في هذه القاعة يحب الوطن أكثر مما يحب عبد الله الفوزان، ولست أنا من يعلمكم حب الأوطان. والعجيب يا أخوان أنه إذا رجعنا إلى القرآن الكريم سنجد
الأوطان هي بمثابة دائما مصدر الحماية والاستقرار، ولا لا؟ أنت تشعر فيها. متى استشعرت، أكون صادق معكم يا شباب، متى استشعرت كعبد الله الفوزان قيمة الوطن؟ لما كنت أنا في المسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية أدرس الدكتوراه، دخل صدام حسين آنذاك إلى الكويت عندما غزا الكويت. كان معي مجموعة من الطلاب الكويتيين يدرسون. لكم أن تتخيلوا يا شباب حالة الحزن التي انتابتهم عندما وجدوا أنفسهم فجأة بلا وطن. أصبحت لا الدراسة لها معنى، ولا الوجود في الحياة له معنى، دموع بكاء، وبعضهم ترك الدراسة وقال سأذهب لأحرر بلدي، سأذهب وأترك الدراسة. والله الذي لا إله إلا هو، لما تشوفون المعاناة، لأنه ما يدرك، عندما تفقد الشيء تدرك قيمته. والأوطان لها مدلول، لها، هي الهوية، هي الانتماء، هي الأمن، هي الاستقرار، هي الرخاء، هي شعورك بأنك منتمي. فلذلك حتى النمل، أنا مطلع لكم الآية، لما أقبل نبينا سليمان عليه السلام، ها؟ أي وش قالت؟ وين علشان يحمون أنفسهم، وش قالت لهم النملة؟ حتى إذا أتوا، اللي هو سليمان وجنوده، حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا، إيه ادخلوا، إيش هي ليه؟ لا يحطمنكم سليمان، ها؟ سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا وهم لا يشعرون، فما بالك إذا كان. إذن هذه نملة تقول لزميلاتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. إذن المساكن هذه كانت مصدر إيش يا شباب؟ المساكن مصدر إيش بالنسبة للنمل؟ مصدر أمن وحماية، ولا لا؟ من سليمان وجنوده لا يطغون عليكم، يدمرونكم. فإذن إذا كانت هذا النمل لديه هذا الإحساس، بأنه شعر بأن المساكن هي الوطن، واليوم وطننا هو مسكن الذي نحتمي فيه، وهذه نملة، إذن حب الأوطان غريزة. وها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخرجه المشركون من مكة، وش قال لما طلع، لما التفت على مكة؟ قال والله أنني لا أعلم أنك أحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. هذا وش يعني؟ انتماء وولاء وحب للوطن، الوطن مكة. لذلك لا يجيني أحد يقول لا، شرعا لا يجوز حب الأوطان. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبه لمكة. ولذلك عندما فتحت مكة رجع إلى مكة، لأنه يحب البلد الذي نشأ فيه وترعرع فيه وولد فيه. فلذلك أنا أستغرب والله العظيم يا شباب، لا أخفيكم، بعض المرات ألاقي الأخوان وأخ من بنغلاديش على ديننا وكاتب من وراء جاي يشتغل عندنا يدور رزقه، ها؟ ومع ذلك كاتب من وراء I love بنغلاديش. فأنا أسأل نفسي وش ليه بنغلاديش ما لقى أبو لقمة عيش وما حصلها فيها، فلماذا هي لفظ بنغلاديش وكاتبها وبكل فخر واعتزاز أنه يحب بلده بنغلاديش اللي هو هارب منها علشان يدور لقمة عيش؟ فما بالكم ببلد الحمد لله كلنا نلاقي فيه لقمة عيش. فلذلك من هنا تأتي أنه الشباب تحديدا، يعني يبقى السؤال، لماذا نحن نعول على الشباب؟ الأمم فعلا تعول على شبابها، لأنه لا يمكن أن تعتز الدول ولا يمكن أن تعتز الأمم إلا بكم. قبل شوية بصعد على الدرج ما أقدر أصعد، مع أني أنا شارفت على 60 أنا والدكتور عبد الله، بس ما شاء الله الدكتور عبد الله نحيف ما هو مثلي، أي وما شاء الله سبقني لا إله إلا الله. لكن أنتم ما شاء الله عليكم تنطلقون بسهولة، مثل ما كنت أنا لما كنت في الملك سعود، أنا ذاك شاب أنطلق وإلى آخره. فأنتم العنفوان، أنتم الشباب. ولذلك إن كان لنا فخر في هذا البلد، وأنا أقوله حتى كتبته في تغريدة اليوم، وأنا كنت يعني بالتغريدة أعتب على الجامعة الإلكترونية، وقلت إني قلت لهم
هل أنا أذهب إلى شباب المملكة العربية السعودية في الجامعة الإلكترونية ليقول لهم عن أهمية اللحمة الوطنية، وشبابنا هم الذين أسقطوا إمبراطوريات إعلامية ومخططات ودسائس كانت تريد أن تنخر في اللحمة الوطنية وأن تعمل على تقسيمنا وعلى تشتيتنا وعلى تشريدنا، لأنه عندما اخترقوا اللحمة الوطنية لبقية الشعوب عبر التغرير بالناس وعبر مشاريع ومكائد ودسائس ومؤامرات اخترقوا الشعوب، وبالتالي صارت الشعوب هي من دمرت بلدانها، وهي من سعت في 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 دمار أوطانها والقتل والتشريد. وشفنا وش اللي صار بما يسمى يسمونه ايش، هم يسمونه الربيع العربي، ما شفنا ربيع، شفنا الا خريف. شعوب شردت، امم قتلت، ناس ما لا يدرون اين يذهبون، دول رفضت تستقبلهم، ومن استقبل الآن تحت المراقبة وإلى آخره، بعد ما كانوا عزاز في أوطانهم تحت مسمى الديمقراطية ودغدغة المشاعر وإلى آخره، بينما ترون الأمم والشعوب من حولنا. ولذلك من هنا تأتي أهمية الحديث عن اللحمة الوطنية. المنطقة مستهدفة بمكائد ومخططات ودسائس لتفكيك المفكك وتجزيء المجزأ وتحويل الدول إلى دويلات، لكن كيف؟ تعرفون مخطط الفوضى الخلاقة في المنطقة، وش معنى فوضى الخلاقة؟ أننا نجعل دويلتنا هي أكبر دولة في المنطقة، ولا أحد يهدد أمنها واستقرارها الدويلة اللي تعرفونها. فلذلك نحن اليوم من استخدموا في هذا؟ استخدموا الشعوب، والشعوب بعضها يعني يجهل وبعضها له أهداف وإلى آخره، فاخترقوا الشعوب، والشعوب صارت هي دمرت بلدانها والمكتسبات التي لديها دمرت، وصارت فوضى ودماء وقتل وتشريد. وشفنا، هل يتمنى أحد منكم أن يجد نفسه هي أمه ولا أخوانه لهم منطاد مهترئ جايهم واحد يساومهم من المهربين اللي هم تجار الحروب الذين يستغلون هذه الظروف، ويجد نفسه في البحر الأبيض المتوسط لا يدري إلى أين يذهب؟ هل منكم أحد يتمنى أن يكون بهذه الحال؟ أو يجد طفل أو أخ من أخواته أو أخت من أخواته على الشاطئ ميتة؟ هذا ما يريدونه. فلذلك شفنا نحن المآسي وشفنا الآلام، ولكن إن كان هناك من فخر حقيقة فهو أنتم كشباب سعودي، أثبتتم القنوات الإعلامية التي تغذى بمليارات وأحضر لها مرتزقة على درجة عالية من المهنية ويصرف مليارات ومخططات ودسائس، ومع ذلك أنتم كشباب وشابات سعوديات أفشلتم هذه المخططات ووقفتم لهم بالمرصاد ودافعتم عن وطنكم، ولذلك لستم بحاجة إلى عبد الله الفوزان أن يعلمكم، كنتم في كل مكان. وأيضا الشباب هم الذين اليوم شبابنا وشاباتنا هم الذين اليوم يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها من أطماع الفرس وغيرها من في اليمن، ها هم يقدمون أرواحهم ويقتلون في سبيل كرامة الأمة وشرف الأمة العربية التي تريد بعض القوى الإقليمية أن تجعلها ماذا؟ أن تستولي عليها. فلذلك لنا الفخر في شبابنا الذين، وأيضا من معهم من أمتنا العربية الذين فعلا نفخر اليوم بأنهم ها هم يقدمون أرواحهم فداء ليس فقط للوطن، لا بل لكرامة الأمة وشرف الأمة والمقدسات التي يراد لها أن تنتهك. فلذلك أنتم كشباب سعودي فخركم أنكم لا تدافعون فقط عن وطن مثل أي وطن، أنتم تدافعون عن وطن المقدسات الذي وقبلة المسلمين الذي يتجه إليها مليار ونص مليار مسلم حول العالم. فهذه تجعلك أنت كشاب أو كشابة مسلم تضحي بكل ما تملك في سبيل أنك تقدم لهذا الوطن الذي يمثل. ثم أنك خلونا نبحث، وأنا كتبت قبل تغريدة قبل شوي، هل للمملكة العربية اليوم في أي يوم من الأيام دور شرير في العالم؟ ملايين جو عندنا واشتغلوا عندنا وله فضل وله منه، وعالوا أسرهم وذهبوا إلى بلدانهم وكلنا خير ولله الحمد، ما حرمنا أخواننا المسلمين ولا البشرية جمعاء أنهم يأتون إلينا في بلدنا ويستفيدون من خيراتنا، لأننا نشعر بأننا جزء من الإنسانية.
ومنفتحين على أخواننا جميعا في كل أصقاع الدنيا لأنهم أخواننا في البشرية أيضا. فلذلك الحمد لله أهو أنتم كشباب سعودي اليوم تمثلون فعلا حقيقة ما يعبر عن التلاحم أو اللحمة الوطنية. متى بدت هاللحمة الوطنية؟ ما هي هذا البلد؟ ماذا كان عليه قبل يجي الملك عبد العزيز وأجدادكم لما ضحوا بأرواحهم وتعبوا وشقوا لأن أسسوا لنا هذه القارة؟ وبالتالي لأول مرة في هالمنطقة هذه تتأسس حكومة مركزية تحكم بلد له هوية سياسية وهوية جغرافية اسمها المملكة العربية السعودية، بعد ما كانت مجموعة من القبائل المتناحرة والمشاكل التي كانت في هالجزيرة، فقر وجوع وخوف، يا ساتر، كل الأمراض والعلل الاجتماعية كانت موجودة. ثم يأتي الملك عبد العزيز وأجدادكم ويؤسسون لنا هذا الكيان. أعتقد أنه من الخيانة لأجدادكم وللملك عبد العزيز إننا لا نحمي هذا الوطن ولا نسعى إلى المحافظة على لحمته الوطنية، لأنه أجدادكم هم والملك عبد العزيز هم من ضحوا بأرواحهم لبناء هذا الكيان المسمى المملكة العربية السعودية، وأصبح العالم يعترف بنا بعد ما كانت صحراء قاحلة لا ماء ولا شجر. والله لو طلعت جدك اليوم وقلت له إن عندنا ناس يفصلون التوائم من أولاد من أحفادكم كان مات على طول، ما هو مصدق، صح؟ ليش؟ لأنه ما هو معقول بعد ما كان الجوع والفقر والأمية والأمراض تفتك في هذا البلد وشعبه، صبروا على الجوع والفقر وعانوا المرارة أجدادكم لين أسسوا لنا هذا الكيان، ثم نأتي نحن ونخونهم في نهاية الأمر. واليوم هذا البلد يصبح من أقوى 20 اقتصاد في العالم، أليس هذا مفخرة؟ من اللي جاب هذا؟ وفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بالسياسات الحكيمة لقياداتنا المتعاقبة التي أنجبت مثلكم والتي جعلت من التعليم. كنت في مؤتمر لليونسكو ووجدت بعض الدول تطلب، ويمكن الدكتور عبد الله شاف، تطلب مساعدات لتوفير التعليم لأطفالها المحرومين الذين لا يجدون فرصة للالتحاق بالتعليم، ويبحثون عن مساعدات القضاء على الكوليرا والأمراض المنتشرة في مجتمعاتهم. ونحن ولله الحمد ننعم بأنعام ليس فضلا ولا منا، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل سياسات قيادتهم، ثم بجهودكم أنتم. أنا اليوم مبسوط أني لما أروح الحائل شفت يا دكتور عبد الله جامعة حائل خرجت أول دفعة من الأطباء والطبيبات، وألاقيهم في مستشفياتنا بحائل. اللي أول كان اللي عالجنا طبيب من دولة عربية، ما كان طبيب، أثريه ملفات طبية تخصصه، بس يعرف يبطل إبرة بس، وكنا كلنا يا أهل القرية بإبرة واحدة يحطها بالماء الحار وكلنا بنسلين. يعني لازم تعلم علي، يعني لازم أعلم، أي والله الذي لا إله إلا هو أننا كنا في قريتنا إبرة واحدة لنا كلنا يا أهل القرية وكلنا بنسلين، إبرة بنسلين. واللي يموت يموت، واللي ليه بعض المرات تصير عندك حساسية بس ما عنده إلا إبرة هالبنسلين، من جاء فيك إنفلونزا فيك مدري إيش، كلنا أهل القرية على هالإبرة هذه ونخرب وحاطة بهالما اللي يغلي ويمررها علينا الله يجزاك. اليوم أنت لو بس تشوف إبرة مفكوكة ما هي بالكيس حقه ما قبلت إنه يحط ولا. لكن اليوم شوفوا هذه النعم اللي الله سبحانه وتعالى يعني منحنا إياه بفضل منه سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة. قيادتنا الرشيدة عمرها ما كانت إلا ولله الحمد تقدم الخير للعالم، لكن لما تنتهك كرامة الأمة العربية والإسلامية فالمملكة سباقة إلى كم من الدعم. عمركم شفتوا بلد في نفس الوقت اللي فيه حرب مع عدو لك في اليمن أيضا مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الدعم بالمليارات للشعب اليمني؟ لأننا ما حنا ضد الشعب اليمني، ولكن ضد أنه الأمة العربية تصبح في يوم من الأيام تحت سلطة غيرها من الأمم التي لا تريد فينا الخير وتريد أن تنتقم منا، لأن لا تنسى بأنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أسقطوا تلك الحضارات وتلك الإمبراطوريات. فهؤلاء العرب الأقحاح الذين دمروا إمبراطورياتهم لن ينسوا ولن
فبالتالي يريدون أن يعيدوا هيمنتهم على الأمة العربية والإسلامية. ولكن أنا فخور فيكم كشباب سعودي حقيقة بأنكم وقفتم ضد هذه المخططات. اليوم أنتم بالذات في الجامعة الإلكترونية أنا هنيكم يا شباب، لأنه لماذا أنتم كشباب؟ أنتم أقدر منا. أولا ما شاء الله العنفوان كما قلنا والروح، وأيضا أنتم الأقدر على معرفة لأنكم تعرفون بالتقنية ما شاء الله عليكم، ولذلك معرفتكم بالتقنية تعرفون الدسائس والمؤامرات التي تعمل خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ليه؟ هناك أساليب شيطانية. أنتم كمتخصصين في الحاسب أو غيره من التخصصات وكشباب أنتم الأقدر على معرفة وسائل الأعداء في عملية تفكيك اللحمة الوطنية داخل المجتمعات. أحمد الله سبحانه وتعالى عندما ترى أنه ماذا تعني اللحمة الوطنية؟ تعني اللحمة الوطنية أنه عندما يصاب مواطن في جيزان يتألم لمصابه من هو في القريات، وإذا أصيب أحد في أقصى في القنفذة يتألم له من هو في الأحساء وأيضا في الوسطى. فبالتالي هناك مشاعر جمعية وحدتنا ولله الحمد. الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا على أن تؤلف بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. يظل السؤال من فضل الله علينا هو التوحيد، الدين الإسلامي والتوحيد الذي وحدنا على الفطرة السليمة والذي جعل القبائل التي كانت تتحارب اليوم تتآخى، والمناطق التي كانت تكره بعضها بعضا اليوم تتآخى وتتواد. هذه اللحمة الوطنية التي نتحدث عنها وهذه هي ما يسعى الأعداء إلى محاولة اختراقه. فإذا اخترقت هذه اللحمة الوطنية تأكدوا أنه هناك ستأتي عادة دماء وتأتي الهجرة والدمار والتشريد، وهذا والله ما يريدونه لنا. لكن نقول يمكروا ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا أولا. ثانيا وعيكم أنتم كشباب، لأنكم أنتم الأقدر على الوعي وتعرفون أنه والله لما أسأل نفسي أنا من وين جيت، أنا من هالبلد، بلد إيه؟ بلد المقدسات. طيب من اللي أسس لي هذا البلد؟ أسسوه جدادي والملك عبد العزيز سوية. إذن أنا مسؤوليتي تقتضي بأنني أبعد نفسي عن العنصريات، ما أصير عنصري ضد أحد. كل مواطن سعودي هو أخ بالنسبة لي، له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. نعم لي قبيلتي، لي ولائي الأسري، لي هذا حقك، لكن ما تكون على حساب الوطن، ولا أكون أنا بيد الناس الذين يسعون إلى تدمير وطني. فلذلك الوطن هو بيتنا الكبير عموما، وهو مثل كالسفينة التي تحملنا جميعا، إن سمحنا لأحد بأن يخترقها غرقنا جميعا. فلا تكن أنت سبيلا من سبل اختراق هذا الوطن. أنتم كشباب أنتم من يعول عليكم، نحن كبرنا، جدادكم أعطوا أسسوا البلد، أسسوا القيام مع الملك عبد العزيز، قالوا للآباء خذوه وسلموه لهم، حافظوا عليه، انقلوه لنا، انقلوه لنا، حنا الآن كجيل ننقلوه لكم، وهذه مسؤوليتكم، مسؤوليتكم. هل يستحق هذا الوطن؟ ما يستحق أننا ندافع عنه ولو بالكلمة ولو بتويتر ولو بأي مكان؟ أني أنا من يتناول وطني بسوء أنا لا أقبل هذا، لأني أنا جزء من هذا الكيان. قيادتنا ما جتنا من برا ولا جت من منا وفينا، صح ولا لا؟ يعني ما هي جاية على ظهر دبابة جاية من برا، هي منا وفينا، من أهلنا وربعنا، جوهم وجدادكم وأسسوا هذا الكيان، فما هم مفروض علينا من قوة أخرى، وإنما من أهلنا وفينا. ولذلك نحن وإياهم ما نشعر إلا بأننا محبتنا وأخوتنا وسمعنا وطاعتنا تعبدا إلى الله سبحانه وتعالى. بأنه ولذلك لما كان أحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن تعرفون كان بالسجن وكانوا يجون الطلاب ويدعون على المأمون، فقال لا تدعون علي، فوالله الذي لا إله إلا هو لو أن لي دعوة مستجابة لدعوتها للحاكم، لأن بصلاحه صلاح للرعية والأم. فلذلك من هنا تأتي أهمية لأننا نتلاحم مع قيادتنا، لأن اليوم اللي قاعد يصير وأكيد أنكم كشباب ما يغيب عليكم اسم الله عليكم، فيكم من الذكاء والحنكة والدهاء ما يجعلكم ترون ما الذي يحدث للمنطقة ومحاولة تمزيقها
ومحاولة إيجاد القلاقل والدماء والتشريد والتهجير وإلى آخره. بقينا ولله الحمد نحن في خضم ما يجري. شوفوا ما دام أنكم كشباب ما اخترقتوا، أنا بكون صادق معكم، ما دام أنكم ما اخترقتوا ودافعتوا عن وطنكم وهذا ما أثبتوه وأثبتوا الشباب السعودي والشابات السعوديات، والله لن تستطيع أي قوة في الدنيا أن تخترق هذا البلد، لأنه أولا هو محمي من الله سبحانه وتعالى، وثانيا بسواعدكم، لأنه أنتم شباب واعي. ما ممكن تنطلي عليكم برنامج يجي يسب في قيادتكم ولا يسب في بلدكم، ما تنطلي عليكم، تعرفون أنتم ماذا يراد. أنتم لستم مرتزقة، أنتم حبكم للوطن حب فطري غريزي، مو واحد مرتزق يجي يحاول يهدم 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 بلدك في برنامج معين ولا في قناة معينة ولا عبر مكائد ودسائس ومؤامرات. ثم بلدنا نفخر فيه، لأننا ما عمرنا شفنا بلدنا كان في يوم من الأيام مصدر شر للعالم، بل بالعكس كل ما حدثت مصائب وكوارث أول من يتقدم للدعم والإغاثة هو بلدنا. ما في دولة في العالم إلا لها ناس جو اشتغلوا في بلدنا وعاشوا أسرهم وعالوا وبنوا بيوت وإلى آخره، كل خير في خير ولله الحمد، عمرنا ما كنا مصدر شر للعالم. ألا يستحق هذا البلد حبايبي أن يكون فعلا مصدر فخر بالنسبة لي لنا؟ أرسل بعض الرسائل. طبعا كل المجتمعات تتكون من أضياف متنوعة، فيهم ألوان متعددة، أعراق متعددة، أي وأي مجتمع من المجتمعات مذاهب متعددة، أديان متعددة، وش اللي يجمعهم؟ يجمعهم حقيقة أننا التسامح والتعايش بينهم، أنه أنت أنا ما علينا، إحنا كلنا مواطنين. ولذلك أنت لما تشوف الهند كنموذج مثلا، شوف الهند كم فيها من الديانات، كم فيها من الأعراق، كم فيها من ناس متعايش، شعب متعايش، ومسلمين وهندوس وبوذيين ومدري إيش، لكنه شعب تعايش مع بعضه البعض وأنجز دولة اسمها الهند اليوم تنافس. وأنتم أبخص مني في التقنية، لما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية أغلب اللابات اللي موجودة وأغلب الناس المهندسين في الكمبيوتر ساينس كلهم طلاب هنود. أمة تنزع إلى 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 النمو والتطور والمشاركة وخدمة البشرية. نحن شبابنا لا نريدهم أن يكون محلي، نحن نريد من شبابنا أنه يكون عالميا نزعة، أينما يذهب في هذا العالم سيجد أنه العالم يجد منه الخير، وأنه منفتح على هالعالم ولا يكون منغلق على ذاته، وانفتح على الناس وتحاور معهم وجادلهم وناقشهم. جميل، أنت مؤسس، أنت عندك عقيدة راسخة، لا تخاف. ذهبنا من هنا وذهبنا إلى الغرب، أذكر واحد جاء لأبوي قال يا محمد قال كيف تخلي ولدك يروح للغرب؟ والله باتر إن جاء ولدك والله ما يعرف حتى رب. يوم رحنا هناك عرفنا ربنا صح، ليه؟ لأنك صرت أمام تحدي صح؟ فلذلك وبعدين انفتحنا على عقليات أخرى، آراء أخرى، صاروا يناقشوننا يجادلوننا وحنا نجادلهم ونقول رأينا، وصرنا نشارك في الجامعات وندعو إلى الله بالحسنى. وأيضا كل يوم يجينا ناس في المسجد، وكنا نخدم مسجدنا في المسيسيبي مثلا أو في كلامازو قبل ذلك، وأيضا كانوا يجوننا الشباب اللي يدخلون في دين الله أفواجا، لأننا كنا ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالضرب والإهانات والكلام والسب والشتم، لا. ولذلك هذا الدين منصور بإذن الله تعالى، وعقيدة التوحيد باقية. ولذلك نحمد الله سبحانه وتعالى أننا نحن وأنتم ما عندنا هالخرافات اللي عند الأمم الأخرى، ولا يعني الأشياء التي تضحك ولا يقبلها العقل. حنا زينتنا شبابنا ولله الحمد دائما يحاكم الأفكار بالعقل، هل توافق العقل أم لا؟ فلذلك أنتم مفخرة اليوم. أطباء 150، كم يا دكتور عبد الله المبتعثين؟ 150,000 سوف مشروع خادم الحرمين الآن إلى 200,000 في كل بلاد الدنيا، ما شاء الله عليكم، اطلعتوا على ثقافات العالم كله. ولذلك أنا متأكد كنا نفرح لما كنت أنا بجامعة حائل قبل سنوات نجيبه من اليابان، علشان لقينا وفد ياباني لمر عندنا، عندنا واحد يتحدث اللغة اليابانية من الصين، الله جيبوه. فكنا نحرص على الدكاترة وأعضاء التدريس أنهم يكونون من مدارس مختلفة حول العالم علشان يمثلون الجامعة خير تمثيل. فأنتم اليوم عندكم طموحات وأحلام، أنتم هذول قاعدين تتعبون وتشقون،
انتم هذول تدورون الخير لانفسكم، ما تريدون تاكلون ريال بالحرام، جيتوا تدرسون وجيتوا تتعلمون كما فعلنا قبلكم وتدورون، ولا غيركم اعوذ بالله راح المخدرات ولا مهرب مخدرات فيها فلوس لكن بالحرام ولا يحترم نفسه. انتم ها تريدون، اتيتوا الى مثل هذه الجامعه لتطوروا من انفسكم وتريدون رزقا حلالا لانكم تربيتوا في احضان اسر علمتكم ماذا يعني ان تكون مسلما حقا وان تكون شابا مواطنا عزيزا وعندك كرامه كانسان. طيب انا ساختم قليلا. ما المطلوب من شبابنا اليوم؟ والله قلت لكم يا شباب، أي كل الأمم والشعوب تعتمد على شبابه، أنتم الأذكى، أنتم الأقدر، أنتم الأعرف، بالذات في مسألة التقنية اليوم. بوليسكم أول كانوا يقولون أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، الحين صار أصغر منك بيوم أعلم منك بعشرين سنة. تدرون ليه؟ لأني أنا أستشير عيالي بأمور التقنية، ما أعرف، هم صاروا أذكى مني، أنتم أذكى منا اليوم، أنتم اللي تعرفون كيف توظفون هذه الأدوات للدفاع عن وطنكم ولإيصال رسائل خيرة للبشرية. فأنتم ما شاء الله عليكم عندكم المعرفة التقنية التي لا يملكها عبد الله الفوزان اليوم. من هذا الباب نقول ليش الشباب هم اللي مهمين في اللحمة الوطنية، لأنكم أنتم من تستطيعون أن ترسلون رسائل للبشرية ولإخوانكم وأخواتكم أن لحمتنا لا يمكن أن نقبل بأن أحد يساوم عليها أو ينتهكها. حنا عندما ندافع عن لحمتنا الوطنية مو بس والله كبشر، لا، قلت لكم حنا ندافع عن لحمتنا الوطنية لأنها ضمانة بعد الله سبحانه وتعالى لمقدسات المسلمين ولا لا؟ عندما نحافظ على لحمتنا فنحن سنضمن للحجاج بإذن الله تعالى أنهم يجون يحجون، ها؟ سنضمن بإذن الله تعالى للمعتمرين أنهم يجون يعتمرون، سنضمن بإذن الله تعالى لأمهاتكم وآبائكم وأخوانكم أنهم يذهبون إلى مكة والمدينة، ها؟ اللي بيحج واللي بيصلي هناك وإلى آخره، فضمننا بإذن الله تعالى الأمن والأمان للأماكن المقدسة، بل ضمننا الأمان والأمن لمليار ونصف مليار مسلم حول العالم ولا لا؟ وهذا فضل الله ثم فضلكم. هل أبناءنا هالجنود وأبناءنا الكشافة شفناهم بالحج ماذا يعملون، وأبناءنا الذين يعملون في كافة الجامعات الذين كلهم دور دائما في خدمة المقدسات، أليس هذا شرف، شرف عظيم لكم كشباب في المملكة العربية السعودية؟ والله إنه مفخرة، وأقسم بالله كون إنك تموت دون الحرمين الشريفين إنه لفخر عظيم، فما بالك أيضا عن مملكة الإنسانية كما نسميها، نقدم فيها الحمد لله خدماتنا للعالم. طبعا من أخطر الأمور اللي شوفوا أنتم التقنية وسائل التواصل الاجتماعي، وش ممكن يجيك واحد يعيش في كندا أو واحد يشتغل باستخبارات دولة من الدول وممكن يثير حفيظة مثلا إما مسألة قبلية أو العنصرية أو المناطقية، وهو بعيد ومسمي روحه عبد الله الفوزان وحاطن علم السعودية، فهمتني؟ وحنا نحسب أنه من عندنا. اليوم العالم مفتوح ولا لا؟ التقنية مفتوحة، فلذلك علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور والدسائس والمكائد التي يستخدمها الأعداء للدخول ومحاولة تفكيك لحمتنا الوطنية. وأنتم كشباب أنتم من يجب أن ينشر مثل هذه الرسائل وينبه الناس إلى أنه لا تنساقون وراء مثل هذه الأمور، لأن ممكن لا سمح الله أن يستغلون مثل هذه الأمور لمحاولة، أحيانا يحاولون يبثون الإحباط لدى الشباب، بلدكم راح، بلدكم ما في دين، بلدكم فقر، سم بلدكم فيه ما فيه، بلد اللي نشر ثقافة أو الإحباط عند الشباب. فأنا لما أنشر الإحباط وإني أخليك ما تشوف شيء زين ببلدك كأني أنا أحاول أن أثيرك ضد بلدك، وبالتالي أجندك مستقبلا لصالحي على أساس تدمر بلدك وتشق صف بلدك. طيب المنصات الإعلامية المختلفة شفتوا كيف قاعدة تشتغل، ها؟ أي طبعا والله لن يهدأ لهم بال الأعداء، والله لن يهدأ لهم بال إلا حين يروننا مشردين نقاتل بعضنا بعضا، ندمر هذا الوطن ومكتسباته، هل نعطيهم الفرصة؟ ها شباب نعطيهم الفرصة؟ طيب إذن علينا
أن ندرك بأنه هذا الأمن والأمان الذي نستشعره. شوفوا أنا وياكم جايين وتاركين أمهاتنا وعيالنا وإلى آخره ببيوتنا، ولا لا؟ ما نخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أمن وأمان من الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أمن وأمان. لكن عندما تتفكك اللحمة الوطنية الله يعينك، لا تقوى تصلي تروح للمسجد، ولا تقوى تروح تجيب لك رزق لعيالك ولا خبزة، ولا ما معك رشاشك طول الوقت واجف خايف على بيتك، هل ترضى أنك تعيش هالعيشة؟ لا والله. واللي قربوا من الدول المحيطة فينا يعرفون ماذا يعني عندما تفككت البلد وفجأة لقوا بلدهم منهار، لا قيادة سياسية ولا أمن ولا غيره، بس صاروا بس بيحافظون على أعراضهم، واقفين عند بيوتهم معهم عصيان، بعضهم ما معه حتى علشان بس يقول بحافظ على عرضي. ليه؟ لأن تبدأ تشتغل العصابات، فهمتوني؟ في عصابات تبدأ تشتغل، الناس اللي يتمنون الفوضى، ومن بالتالي تصير أنت بدل ما أنت تقول والله الحمد لله أروح أصلي وأنا آمن وأطلع جامعتي وخيواتي الحمد لله بيت أنا بأمن وأمان، تصبح شغلك الشاغل جالس عند بابكم، هذا إذا ما صادك حد القناصة سنايبرز يزمونه واقتلك واغتصبك عرضك وإلى آخره، فتصير حياتك بؤس في بؤس. لذلك من هنا تأتي أهمية لحمتنا الوطنية. والله أنا أقول الحمد لله قبائل، الحمد لله مناطق، مذاهب مختلفة مثلنا مثل أي مجتمع، لكن والله الذي لا إله إلا هو أنا متأكد أنهم اليوم يتساءلون سؤال جوهري، لماذا هذا الشعب السعودي عجزنا لا نخترقه؟ ما هو السر في الشعب السعودي الذي يجعلنا رغم كل هالدسائس والمكائد والمؤامرات ومسلطين عليهم وسائل إعلام وجبنا مرتزقة ندفع لهم المليارات وندفع مليارات على هذا وعجزنا لا نخترقهم؟ أكيد هذا سؤال مطروح. ما الذي يجعلهم هم وقيادتهم متكاتفين متعاضدين؟ هذا سؤال يطرحونه، أنا متأكد مراكز الدراسات والبحوث في الغرب وفي الشرق يطرحون مثل هذا السؤال، لكن حنا نقول هذا فضل من الله سبحانه وتعالى علينا، ولن بإذن الله تعالى بوعيكم كشباب لن يخترقوا هذه اللحمة، لأنه أثبتتم حقيقة في خضم هذه الأحداث أنكم قد المسؤولية وأنكم لديكم انتماء لهذا الأرض ولهذه المقدسات، وأنكم لن ولديكم الاستعداد للتضحية في سبيل وطنكم، وأنكم ترون بأن سماعكم لقادتكم وولاة أمركم إنما هو عبادة نتعبد بها الله سبحانه وتعالى. ها؟ أي السمع والطاعة في المنشط والمكره، هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم، فنحن نتعبد بطاعتنا ليه؟ لأن ولاة أمرنا هم رمز بالنسبة لنا كمواطنين، ها؟ ولا شفنا منهم إلا كالخير، والله لا عندنا تاريخ من شوفوا الدول الثانية تاريخ من الإبادة لجماعات وقتل بالهبل لمعارضين وإلى آخره ودماء، ولكننا ما شفنا إلا كل خير، نبني بلدنا والحمد لله، بلدنا الحمد لله، شوفوا وين وصلنا اليوم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والمستقبل لكم يا شباب، بس اللهم حقوا عليكم هالبلد، ردوا عليها الجميل، بس لأنه له جمايل عليكم من يوم أنت طفل إلى يومك اليوم، من يوم كانوا يعطوننا بالمدارس الله أكبر، لو كانوا يجوننا بالقرى يعطوننا يطعموننا عن التطعيمات هذه، علشان شوفوا لا الحين أثرها هنا تسدفي، تبون أطلع تسدفي أوريكم إياه، يجوننا كالحين يطعموننا يذلون على صحتنا، ها؟ ويعلموننا ببلاش، وأيضا يجيبون لنا، جابوا لنا من الفقر والجوع أنا ذاك كانوا يجيبون لنا يسمونها الفسح، فسحة عبارة ما أدري تذكرها يا دكتور عبد الله، أكيد أنك بسني أنت ولا لا؟ لا اي والله اي، وترنكات كانوا يجيبون لنا اصفر وابيض واتحاديه كالحين يجيبون لون اتحاد ونلبسها من الفرح، ما عندنا فقر وجوع ولا نلقى الفسح ولا نلقى قيمه الفسح، اي التغذيه المدرسي يا سلام عليك، القمل يذبحنا قمل، تشوف الطالب جنبك قمل، اليوم الحمد لله شوفوا النعم اللي حنا فيها، ها؟ فلذلك نعم والله تستحق أننا نشكر الله سبحانه وتعالى، لا نقول أننا كاملين حتى لا ندعي الكمال، في كل مجتمع من المجتمعات في قصور والخلل موجود في كل مكان، لكن لا يكفي أنك أنت تقف موقف المتفرج، طيب اعمل، لذلك أن توقد إيش شمعة خير من أن تلعن الظلام، عندي يقين تام
بأنكم أنتم مستقبل هذا المجتمع. عندي إيمان تام بأن وحدتكم ولحمة هذا الوطن لن تخترق وفيها أمثالكم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق، ومشاكر حقيقة وجودكم معي هذه الليلة وحضوركم، فهذا والله فضل منكم أحبابي على أخوكم عبد الله الفوزان. أيضا لا أنسى أن أشكر مدير الجامعة سعادة أخي الدكتور عبد الله ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، فأسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الجامعة مزيد من الرقي والتطور، وبإذن الله تعالى أن يحمي هذا الوطن شعبا وقيادة من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي إن شاء الله لاسترداد كرامة الأمة بإذنه تعالى. أتمنى للجميع التوفيق، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرر الشكر والترحيب بضيف الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان على هذه الكلمات الطيبة والتي صدرت من غيرة وطنية وخبرة ممتدة، وهي تؤكد المقولة من لن يعرف نعمة الإسلام من لم يذوق طعم الجاهلية. هناك مجموعة من أسئلة، أحب أن أنبه الإخوة الحضور الزملاء الطلاب أن الأسئلة متاحة بشكل مباشر عن طريق المايك مع الزملاء، ووردتني قبل ذلك أسئلة قبل المحاضرة أعتقد أن بعضها تم استيفاؤه في المحاضرة، أريدها سريعا إذا كان سعادة الدكتور له تعقيب إضافي. في ظل الانفتاح الإعلامي وتعدد منصات الإعلام الجديد، كيف نحمي الأجيال الناشئة من أي أفكار قد تساهم في زعزعة اللحمة؟ أيضا سؤال آخر، يمر على بلدنا بين فترة وأخرى هجمات شرسة مملوءة بنشر الأكاذيب والأراجيف، كيف ترى أثر طلاب الجامعات في التصدي لها؟ أيضا سؤال ثالث، أعتقد أنه قد غطي قليلا إلا إن كان هناك إضافة، لولاة أمرنا في هذه البلاد مشاركات ومساهمات مباركة في الداخل والخارج تساهم في استقرار العالم الإسلامي وبث روح الأخوة بين المسلمين وروح السلام في العالم، هل من الممكن ذكر أمثلة على ذلك؟ أولا، نحن نعيش في عالم مفتوح اختلطت فيه الثقافات، ما عاد فيه تلك الحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية، أصبحت الآن نحن أنتم عاد أبخص مني كشباب تعرفون أنه، ولها إيجابيات حتى لا ننكر، لها إيجابيات كثيرة جدا، التواصل المعرفي مع الأمم، الدعوة إلى الله عبر هذه الوسائل، التواصل مع العالم، الدخول إلى المكتبات العالمية، البحوث والدراسات كثير، التسلي والترفي موجود، هذه كلها علشان لا نكون، لأنه لابد أن تكون أنت كمتخصص، أن تكون موضوعي، تذكر الإيجابيات والسلبيات. لكن اليوم أصبح هناك أيضا رغم هذه الإيجابيات إلا أن هذه الوسائل تشكلت من خلالها الجرائم المعلوماتية كما يعرف الدكتور عبد الله وتعرفون أنتم، أصبحت العصابات ونشر الأفكار المتطرفة ونشر الأفكار المنحرفة ونشر الإرهاب ونشر المخدرات ونشر أعوذ بالله الدعارة وغيرها، أيضا أصبحت هذه الوسائل من سلبياتها. لكن هل نترك المساحة؟ هل نعزل الناس عن هذا؟ ما تقدر أساسا، ما تقدر تعزل نفسك عن العالم، لأنك لازم تستفيد في المجال الطبي، في المجال التعليمي، في مجالات الأمنية، في المجالات التربوية وغيرها، كلها تستطيع أنك تستخدم هذه التقنية والمعلومات ولا لا؟ ما تستطيع أنك تعزل نفسك. إذن كيف نستطيع أن نتعامل بشكل إيجابي؟ وهذه مسؤولية المؤسسات التربوية في أننا كيف يمكن أن نستفيد من هذه التقنيات، كيف نتعامل معها بروح المسؤولية، كيف نستخدمها فيما هو بصالحنا. الله أكبر، يعني بإمكان أي شاب منكم أن يتبنى فكرة بسيطة جدا، وشفتها أنا عندكم حتى في الجامعة، فكرة تطوعية مبادرة لخدمة اللغة العربية بأنه يبدأ يسوي له برنامج على هالوسائل وتعليم اللغة، مثل ما نشوفها الحين بعضهم في الغرب يسوي مواقع لتعليم اللغة الإنجليزية، موقع بسيط جدا يعلم فيها اللغة الإنجليزية. يستطيع واحد منكم يقول تطوعا أبي أجرها لله ولي ولوالدي وللمسلمين، يسوي له موقع بسيط جدا بس يعلم فيه الناس من يريدون أن يتعلمون اللغة العربية أنه يعلمهم فيها. بإمكانك أن تعلم الناس على الأقل فكرة جميلة جدا عن حماية البيئة وكيف أننا نحافظ على البيئة. لذلك جزء من محافظة على اللحمة الوطنية يا شباب اللي هي المبادرات، شفنا شبابنا ولله الحمد لهم مبادرات خيرة حقيقة، شفتوا سيول جدة، من اللي تعامل مع تبعاتها؟ ليسوا شبابنا وشاباتنا اللي كنا نقول ما هم تروكم، ما أنتم مسهلين،
ولذلك أنا دائما أقول يا أخي لا تقولون عن شبابنا أنهم سلبيين وأنهم سيئين، فيهم خير بس وجهوهم عطوهم، لكن أيضا لا يكفي التوجيه، لابد من مبادرات أيضا ذاتية من طرفكم أنتم بالتقنية، فيها العديد من الأشياء اللي أنتم تعرفونها ولا يعرفها عبد الله فوزان. فيه يكفيني فخر أني أنا لما أكون أغرد وأكتب تغريدات وطنية لدعم، لما أدافع عن ديني، لما أدافع عن وطني، لما أدافع عن جنودنا في الحد الجنوبي، لما أدافع بأي شكل من الأشكال أو أتبنى برنامج معين، أنتم عاد أبخص وأهل مكة أدرى بشعابها، وأنتم في رمز من رموز التقنية والعالم الإلكتروني، لست أنا من يعلمكم، أنتم طلاب الآن في المرحلة الجامعية، بلغتم من النضج الشيء الكثير. المهم انبذوا كل فكر عنصري يريد أن يشق عصا مجتمعنا، وقف ضده، لو لقيت تغريدة وقف ضدها. نعم أنا فلان فلان الشمري، أنا فلان فلان العنزي، أنا فلان فلان، لكن هذولا كلنا أخوان، لا تقدر تسب أحد. وأيضا الفلان من المذهب الفلاني فلان، كلنا أخوان متحابين في هذا الوطن ولله الحمد متعايشين، وكلنا بيحاسبوا ربي بالنهاية ولا لا. أنا ماني إله، أنا أقول الحق وأقول كلمة الحق، لكني لن أشق بل يعني وحدة وطني وإلى آخره. إذا جت على مستوى المناطقية وإلى آخره، كلنا ولله الحمد شعب سعودي مؤمن بالله سبحانه وتعالى، له هذه الحدود الجغرافية. والله لو يصاب شيء يصيب شيء في شمال المملكة، شوفوا جنودنا اليوم من وين؟ من منطقة واحدة. الجنود اللي قاعدين يحاربون الآن لكرامة الأمة من وين؟ من جميع القبائل، من جميع المناطق، من جميع من قرى ومن هجر ومن ولا لا، وقاعدين يدافعون عن كرامة الأمة في محاربة الحوثي اللي هو أحد فروخ الفرس لمحاولة الإضرار بالمملكة العربية السعودية وأيضا مصالح الأمة العربية وأيضا مقدسات الإسلامية. من وين هم؟ ما في، من كل الفئات ولا لا. فلذلك هذا فخر بالنسبة لنا، هذه هي اللحمة الوطنية بكل معانيها، أنه شبابنا اللي يحاربون الآن في الحد الجنوبي من كل هذه الفئات، ولذلك هؤلاء هم فخرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم النصر والتمكين إن شاء الله، وهذولا هؤلاء هم من سيرفعون حقيقة من كرامة الأمة ويدافعون عن وطن المقدسات. فشفتوا كيف؟ لذلك لا يجب أن نسمح بأن نخترق من خلال هذه الفئوية بشكل أو بآخر، ذكورا وإناثا كلنا مسخرين لخدمة وطن، وبالتالي أي عنصريات أي تقسيم نتعايش مع بعضنا بعضا ونقبل بعضنا بعض. نعم، وش كان السؤال الآخر؟ ممكن مساهمات المملكة، شوفوا مساهمات المملكة الخيرة، والله ما في بلد، طبعا مشكلة بلدنا، أنا أكون صادق معكم، مملكتكم ما وده أن تحسس الناس بأنه صاحبة معروف، وده تعمل الخير بصمت. ولا شوفوا الكوارث التي أصابت كثير من الدول، من السباق لإغاثة هذه الدول؟ بل أن الدولة اللي اليوم تعمد على تفرقة العالم العربي والعالم الإسلامي وتهدد المملكة العربية السعودية، لما حدث فيها في يوم من الأيام والله إذا تذكرون ضربها زلزال، دمر آلاف القرى فيها، أقصد إيران، كانت المملكة العربية السعودية سباقة بالطائرات بالإغاثة والأدوية وإلى آخره إلى نصرة ذلك الشعب. عندما ضربت إسرائيل لبنان ما قالت والله جنوب لبنان فيهم وفيهم مذهبهم كذا أنا كنت واحد من الناس اللي على التلفزيون السعودي كنا نستحث الشعب السعودي للوقوف مع أخوانه في لبنان لدرء أو معالجة الآثار التي تركتها الحرب على الشعب اللبناني. ما قلنا هذا مذهب وكذا، وكان الشعب السعودي يقدم حقائب مدرسية للأطفال في الجنوب وفي كافة أرجاء لبنان، ليس منة وليس فضلا، وإنما بالنسبة لنا نحن نراه وتراه قيادتنا وشعبنا العجوز اللي تشيل ذهبها، العجوز اللي تشيل ذهبها والبنت اللي تشيل خلخالها وتتبرع، والطفل اللي يأخذ قيمة فسحته ويتبرع بها. هذه تعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لن يجعلها إن شاء الله وجاء لهذا البلد وشعبه من كل سوء؟ لماذا نقدم كل هذا؟ ليه؟ لأنه إيماننا
وليس فقط مع العرب والمسلمين، لا، بل بالعالم أجمع كانت المملكة العربية السعودية دائما سباقة. ليش؟ لأنها تنظر على أننا أخوة في الإنسانية أيضا، لأنه الله سبحانه وتعالى لما خلقنا وش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم وشو؟ من ذكر وجعلناكم إيش؟ شعوبا. ليه؟ وش معنى التعارف؟ تبادل المصالح. ما علي منك نصرة، الله حكمته في هالكون انه فيه المسلم واليهودي والنصراني والبوذي لانه لو شاء ربك لهدى الناس جميعا، ولكن ارادة الله سبحانه وتعالى هو التنوع والاختلاف في هذا الكون، اليس كذلك؟ لذلك نحن من هذا المنطلق اننا اخوان في الانسانية كما خلقنا الله سبحانه. من اعتدى علينا من حقنا ان ندافع عن انفسنا، صح ولا لا؟ اما من لم يعتدي علينا فحقنا عليه لا يؤاخذكم الله الذي لم يقاتل، لا ينهاكم الله، لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم. فلذلك نحن نتعاون بيننا، نختلف معهم، نتفق معهم، لكن في مصالح بيننا، لأنه كل شيء يعني هالمايك اللي بيدي مصنوع في دولة ما. فلذلك تبادل المصالح والمنافع والعلاقات الدولية تقتضي منا أن نتبادل المصالح والمنافع، ندرس في جامعاتهم، يجون عندنا، نروح لمهم، هذه سنة الله في الكون، وكل واحد له دينه. فلذلك نحن في المملكة العربية السعودية وكشعب وكقيادة نتعامل مع العالم بهذا المنطق، بأننا إن كانوا عربا وإن كانوا مسلمين وإن كانت البشرية جمعاء، فلذلك البعد الإنساني، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وعلينا أن نتعامل معه. حكمة الله سبحانه وتعالى بأنه خلق البشرية بهذا التنوع وهذا الاختلاف، وبيننا وبينهم التعامل والاحترام والتقدير، إلا من اعتدى علينا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، دافع عن نفسه. طيب تسمح لي مع أستاذ بالمداخلة؟ أولا باسم جميع الزملاء والطلبة والطالبات نشكر سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله على هذه المحاضرة الجميلة، وكان بودي إذا ممكن التعليق على أن أي مكان فيه خطأ أو المجتمع المدني فيه القاتل وفيه الزاني وفيه الراشد والله سبحانه وتعالى سن القوانين لذلك، كثير من الناس لا يفكر أنها ارتكب خطأ سرقة أو غيره، حتى على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت هذه المعاصي. فيجب يعني ما تعليقكم سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله على موضوع من يتعامل مع الأخطاء؟ يعني البلد الحمد لله قيادتنا وتطبيق الدين كل شيء كامل، إذا وجد خطأ من فرد نجد أن وسائل الإعلام الخارجية تحاول توجيه هذا الخطأ إلى قضية كبرى أن من تبناها ولي الأمر وأمر بها بطريقة أخرى. ما أدري تعليقكم طال عمرك على مثل هذا. أنا بسأل الشباب إذا تسمح لي دكتور عبد الله، لو لقيت واحد شاب دائما ثوبه ناصع البياض نظيف، واحد ثوبه دائما مليء بال، ألست ستستغرب؟ أو ما أدري، لو وجدت في يوم من الأيام على ثوب الطالب اللي ثوبه نظيف بقعة سوداء، ألست ستستغرب ذلك؟ لذلك المملكة العربية السعودية، لأن هي تمثل ذلك الطالب ناصع البياض الذي أي شيء يحدث لو كان صغير يكبر ويضخم، لأننا ولله الحمد شعب وقيادة نؤمن بكرامة الإنسان، وأيضا ولله الحمد لم يرى منا البشرية إلا كل خير. يعني شوفوا يا شباب، يعني لذلك كلام الدكتور عبد الله، نعم هناك في الخارج وفي وأحيانا في الداخل من لا يريد خيرا بهذا البلد ويريد أن يكبر بعض الأشياء وأن يرميها على كاهل، وكأنه والله ولي الأمر هو اللي ينادى فيها، مع أن أخطاء تكون يا أخي أولادك، هو أولادك عندما يخطي ولدك أحيانا لا يكون، هل بالضرورة أن عبد الله قال لولده متعب سو كذا؟ لا، هو راح وسوى غلط، فلماذا يحمل عبد الله الفوزان يعني التهمة وإلى آخره؟ وثانيا ما ولله الحمد يعني مجتمعنا إذا حصل فيه خطأ يا أخي انظر للصورة كاملة. يعني أنا أشوف بعض المرات الإعلام عندنا لما تصير حادثة واحدة تضخم وكأننا طيب شوف أن يعني واحد خالف مروريا يا أخي، بعد شوف الملايين المنتظمين يا أخي، واحد
لا سمح الله أساء إلى معلم وسموه عنف ما أدري إيش، حالة حالتين، حنا عندنا عنف يا أخي حالة حالتين. شوف ملايين الطلاب اللي ما شاء الله على رقي وشباب، أنا أشوفهم ولله الحمد في المساجد يصلون الخير موجود في بلدنا، لكن هناك من يريد أن يضخم صغائر الأمور لي، لأنه هذا هو سبيلهم لمحاولة كل كما قلت لكم شق اللحمة الوطنية هو من خلال تضخيم. وهناك إعلام معادي لبلدنا وقوى عالمية معادية، ليه؟ لأن هذا البلد هو رمز الأمة الإسلامية، هو عمود الخيمة بالنسبة للإسلام والمسلمين، إذا سقط نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحرهم، لن يسقط بإذن الله ما دام في شباب مثلكم بإذن الله. أخوة الزملاء الطلاب إذا في سؤال. محمد الحرب، عندي تعليق بسيط. أولا سام ممرض نعم. عندي تعليق بسيط، أولا أشكرك وأشكر الجامعة لحضورك. التعليق البسيط هي أنها حرب بلا هوادة، فلما يكون منك تلميح على دويلة يعني ما أدري، أنا أحيانا لا تلميح على دويلة والمقصود قطر، أنا ودي إنك قلتها أو إيران، ودي بالصريح لأنها يعني مسوا القيادات، فما أتوقع أن التلميح يعني أحيانا يكون في حاجز نفسي، إذا لما إحنا ما ينكسر يبقى الحاجز النفسي إن فيه ممكن سبيل للتواصل، لكن لما تكون الموضوع صريح فهذا تعليق الأول. نصرح ولا اللمة؟ لا نصرح لأنهم هم اللي من صرحوا. لا الآن ها يا شباب نصرح ولا اللمة؟ النقطة الأخرى اللي هي يعني ممكن بعض الشباب أكيد كلنا في تويتر نشوف، خلنا نتكلم في العامية، الحرب والأخذ والرد مصطلح مطبل، صار الشباب يخشى أن يدخل في مهاترة أو في مثلا قضية يرد فيها عن الوطن فيقول لك أنت مطبل، أو يجيك أي واحد من برا ويقول لك أنت مطبل. فيعني أتمنى أن الإعلام ياخذ كلمة مطبل بدل ما هم حاطينهم يعني كمطرقة تضرب على أي شاب يحاول يدافع عن وطنه، إن نعم أنا مطبل وبفخر أطبل ولا تأمري أطبل للوطن أطبل للسعودية بدون يعني ما يصير عندي تردد أو خجل إني أنا أكون مطبل، لا أنا مطبل لأن هذا الوطن كلمة قلتها سابقا أنه بيتي فأنا أطبل لبيتي. وشكرا. رب الكعبة يا كثر ما قالوا لي مطب، أيوة رب الكعبة، بس قول جيبوا إذا عندكم طبول زيادة، أي لأنه أنا طب اللي بيتي يا محمد بيتي، إذا ما طبلت له من هو لا طب، يعني ميمتي وبي وإخواني وأهلي وربعي وجماعتي وهو إلى آخره. طيب هم وراهم ما يصيرون مطبلين، ما هم حاطين صور قياداتهم ولا لا؟ حلاجت علينا صرنا مطبلين. طبعا هذه يسمونها بالعلم النفس الحرب النفسية، اللي محاولة اتهامك بشيء وكأنه اتهام. ولذلك زي ما تفضلت أحيانا أيضا يقول لك في المعالجات استخدم المصطلح السلبي وحوله إلى واستثمره لصالحك، فهمتني؟ ولذلك أنت قلتها، أنا بلدي هذا يا أخي في وطن المقدسات أطهر بلد، البلد اللي اختار والله سبحانه وتعالى أن يكون مهبط الوحي وأن يكون فيه نبينا، فيه قبر محمد صلى الله عليه وسلم وفيه الصحابة وإلى آخره فيها. ولذلك يا أخوان ما أنتم شوفوا ارجعوا للتاريخ، من الذي من وين انطلقت جذوة الإسلام والفتوحات الإسلامية؟ من وين؟ من العرب اللي يسمونهم العرب الأقحاح، طلعوا من مكة من هالجبال ولا لا؟ كانوا يروننا ولا شيء يا محمد والأخوان، ما كانوا يشوفوننا شيء. لذلك هم ما زال في الآن إمبراطوريات وعالم ما زال يرى بأن هذا البلد هو الموطن الذي انطلقت منه الرسالة وانطلقت منه طلائع من نشروا دين الله ومن أسقطوا إمبراطوريات وإلى آخره. من وين طلعوا؟ لذلك الفرصة اليوم مقهورة، وشهم هالبدو الأقحاح اللي جو بدو كنا ما ننظر لهم ولا شيء، جو أسقطوا فارس
عظمتها. لذلك ما دام فيها شباب مثلكم فأنتم امتداد أهل بالله وذكره. لذلك ما دام في هذا الوطن يا أخ محمد والبقية مثلكم من هالشباب، أنتم أحفاد أولئك الذين سطروا التاريخ، سطروا التاريخ، أنتم أحفادهم، وأنا أظنكم سترضون. أنا أتمنى والله إذا ذلي الدكتور عبد الله والأخوان، أنا أتمنى حقيقة أنه بما أننا نتحدث عن اللحمة الوطنية وعلشان ينبثق من مثل هذه المحاضرة جانب عملي، أتمنى أنه من الجامعة السعودية الإلكترونية أنه تنبثق جماعة معينة، مجموعة من الطلاب والطالبات لتبني مبادرة لتعزيز اللحمة الوطنية، يعني تكون جانب عملي من شباب وشابات عندهم هذا الهاجس وهذا الهم، أو سواء إيجاد موقع إلكتروني يعني يعنى بهذا تحت مظلة الجامعة الإلكترونية، فيكون هذا جانب عملي، ما يكون بس مجرد طرح نظري ومخاطبة العواطف كما نفعل وتنتهي المحاضرة ونمشي. لا، أنا أتمنى أنه طبعا أكيد الدكتور عبد الله سيدعم مثل هذه المبادرة، أنه لجنة متخصصة في اللحمة وتعزيز اللحمة الوطنية تبث رسائل طيبة بإشراف الجامعة بطبيعة الحال، ويكون لهم نشاطات. اللحمة الوطنية تستطيعون أن تخدمونها يا شباب بتبني مبادرات تطوعية، ترى أي جهد والله لو تزرع شجرة في أو تحافظ على ممتلكات عامة ترى كنت تساهم في اللحمة الوطنية. عندما تكف لسانك عن سب بلدك أنت تساهم في اللحمة الوطنية، عندما تكتب قصيدة وطنية أنت تساهم في اللحمة الوطنية، عندما تغني شيلة من الشيلات فأنت أيضا تساهم في اللحمة الوطنية، عندما تكتب تغريدة فأنت وطنية فأنت تساهم. عليكم بوسائل التواصل الاجتماعي لأنكم أنتم الأقدر، ترى شيباننا وأنا واحد منهم، ترون ما عاد فينا حيل مثلكم ما شاء الله عليكم يا شباب، فيكم الحيوية وفيكم القوة وفيكم الذكاء والدهاء بأنكم فعلا تقفون في وجه وأيضا تبثون رسائل طيبة عن بلدكم عن أمتكم، تبثون ترى حتى أي واحد يجيب يصور الجامعة الإلكترونية بشكل إيجابي وكم خدمت هذه الجامعة ويحطها ترى ساهم في اللحمة الوطنية، أو أي مكان تنموي طبعا أو أي رسالة خيرة ترى كنت تساهم في اللحمة الوطنية. المهم أنك أبعد عن أنك تكون أنت سببا. التواصل مع العالم حبايبي، لا تعزل روحك عن العالم، بين نظهر وجهة نظر دولتك، اذهب احضر المؤتمرات الندوات حسب ما تستطيع، احرص على المشاركة في المؤتمرات الشبابية الدولية، المنظمات الدولية في مؤتمرات وإلى آخره، تواصل مع الجهات المعنية بالوطن واللحمة الوطنية. نحن في مركز الملك عبدالعزيز الحوار الوطني ترى عندنا يا شباب كل يوم اثنين مساء بعد المغرب عندنا اثنينية الحوار فيها لا يقل عن 200 شاب وشابة كل يوم اثنين. الله يحييكم، نرحب فيكم، تعالوا اعطونا افكار، علمونا، قولوا لنا. والله اني ادري ان كل واحد منكم براسه 1000 مبادرة ومبادرة لكيفية تعزيز اللحمة الوطنية، بس انكم ساكتين. والله يعينكم على الفوزان اللي ما اعطاكم الفرصة. ادري ان هالروس اللي قدامي انها تحمل في طياتها الكثير من المبادرات والافكار الرائدة. وأيضا عرفوا بالدور الإنساني والإنمائي للمملكة، ترى بلدكم مشكلتنا يقول إن حكينا ندمنا وانسكتنا قهر، ما ودنا أننا نمارس المنة على, على, على خلق الله. ولذلك مملكتكم تقدم الدعم والمعونة وإلى آخره إلى كل بلاد الدنيا، ولكن مع ذلك شفتونا نجابة، الجحود موجود، لكن طبعا ما نبي نعمم على الناس كلها، لكن هناك من جحد ويجحدون للأسف ويستخدمون المنابر لسب المملكة العربية السعودية التي لو تشوف ثيابها اللي هو لابسها لها أصل وله منا وفضلا، لكن حنا نعمل هذا العمل لأنه قيادتنا وشعبنا يؤمن بأنه إن شاء الله دفعة بلاء. دائما عندنا مثل ما أدري أكيد أنه عندكم في الشمال عندنا يقولون هذا دفعة بلاء لا سويت معروف، فحنا نقول إن شاء الله ما قدمنا وما تقدم بلدنا هو دفعة بلاء عن هذا الوطن. ولذلك أبشروا بالخير إن شاء الله. جانا هالشاب الأمير محمد بن سلمان، قبله طبعا سلمان الحزم،
سلمان الحزم هذا الذي إن أنصف التاريخ سينصفه بأنه هو من وقف في طريق من يريدون فعلا انتهاك كرامة الأمة العربية والأمة الإسلامية. ومحمد بن سلمان عاد شاب مثلكم ما شاء الله عليكم، الرجل عنده أفكار عنده، لكن تحتاج وقت، يعني ما تقدر بين يوم وليلة أنت تغير، لكن لدى هذا الشاب من المبادرات والأفكار الشيء الكثير. ساعدوه، أعينوه، وجهوه، قدموا له، اكتبوا له من أفكاركم اللي في رؤوسكم، فهو يحتاجكم، هو يحتاج إلى أفكاركم. لا تقول أنا مش دخلي، لا تقول أنا مش هل قدامكم كان بله قرية ذابحها الفقر والجوع، أوكي ذابحها الفقر والقمل يلعب بجسمه، هل قدامكم هذا؟ هل قاعد يحاضر قدامكم أستاذ دكتور بروفيسور؟ لو أني أنا قلت عن نفسي في يوم من الأيام من أنا؟ سأل الحين على حالي، لكني بالله سبحانه وتعالى ثم بتوكل، أول توكل على الله، رضا الوالدين، وأيضا جهود دولتي اللي علمتنا، طلعت من هالديرة ما أعرف إلا ماي نيم إز عبد الله، والله ما أعرف غير، رايح يقولون راح يدرس ماجستير ودكتوراه، وبين وبأمريك، بأمريك حكم ما أنا سواق تاكسي أبي أصير دكتور، فلذلك لا تستهين. اليوم شوفوه سواق التاكسي اليوم قدامكم يحاضر، فلا تقول أنا لا، لا تقول أنا ما أقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وحيدا ولا لا؟ اليوم كم من يتبعونه؟ 1,500,000,000 مسلم ولا لا حول العالم، صح؟ اي، لا تستهين بقدرتك على احداث التغيير، لا تقول انا ما اقدر اسوي شيء، والله لو تغرس شجره، والله لو تنور الناس بالحفاظ على البيئه، او تساعد حقنا مخدرات للاقلاع عنها، او تساهم في التنبيه، انت تساهم في اللحم الوطني. ها في احد غير محمد يبي يجلدان شوي؟ تفضل. في الختام باسمكم جميعا نشكر ضيف الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان على تجشمه العناء الحضور وتكريمنا بهذه المحاضرة القيمة التي سنستفيد منها جميعا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله بإذن الله مسجلة وتنزل في الموقع إن شاء الله. شكرا لكم أنتم، والله أنتم أصحاب المعروف، والله تجشمت بالعكس، قسم بالله أني مبسوط. تخيل جاب لك شباب زيكم ويحطون قدامك علشان تتكلم عليهم، أقسم بالله أنتم أصحاب المعروف، الشكر لكم أنتم. أنا بصف نستأذن ضيف اللقاء بتقديم هدية رمزية من سعادة مدير الجامعة.